بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن ساعد به إلى يوم الدين. وبعد، موضوع جديد اليوم إن شاء الله اللي هو DNA Non-Enveloped Viruses. وإحنا اتفقنا من البداية إنه الفيروسز could be classified based on their nuclear material into DNA viruses وRNA viruses. DNA viruses كانت enveloped و non-enveloped. درسنا في الانفلوبد ثلاث مجموعات، او على الاقل تطرقنا لثلاث مجموعات. المجموعة الاولى اللي هي الهيربس فيروسز، المجموعة الثانية كانت المفروض انها تكون بوكس فيروسز، والثالثة كانت الهبادنا فيروسز. والهبادنا لم نتطرق لها يعني بتفاصيل، لانه قلنا هندرسها ان شاء الله ضمن مجموعة الهباتيتس فيروس. اليوم هتحدث باذن الله عن الدي ان اي نون انفلوبد فيروسز، وهي ايضا مجموعة مكونة من ثلاثة. وهذا الجدول الصغير يلخص معظم يعني خلينا نقول الأشياء الهامة في هذه المجموعة. فمثلا العمود الأول هو الأدينو فيروسز، هيومن بابيلوما فيروسز، والبارفو فيروس B19. لو نظرنا على العمود الثاني هنلاقي المود اوف ترانسميشن. الأدينو فيروس هناك أكثر من طريقة انتقال، مثل الريسبيراتوري راوت، الفيكال أورال راوت، والدايركت كونتاكت يعني بالاتصال المباشر. بينما الهيومن بابيلوما فيروسز فقط طريقتين، اللي هما سيكشوال وسكين كونتاكت، والبارفو فيروس B19 طريقتين أيضا، واحدة منهم ترانسبلاسنتال والثانية ريسبيراتوري. هل العمود الثالث، هل هناك different strains that can cause different diseases؟ يعني هل من هذا الصنف من الأدينو فيروس على سبيل المثال يوجد أصناف بتسبب أمراض مختلفة؟ نعم، في الأدينو فيروس نعم، وفي الهيومن بابيلوما فيروس نعم، لكن في البارفو فيروس B19 is only one strain, is only one disease. تمام، ما فيش أمراض مختلفة. الآن العمود الرابع، هل تسبب هذه الأنواع أو بعضا منها سرطانات؟ في الأدينو فيروس نعم، لكن إجابة مشروطة، في الحيوانات فقط. بينما في الهيومن بابيلوما فيروس نعم تسبب سرطان في الإنسان، والأخير هو البارفو فيروس B19 لا يسبب أي نوع من السرطانات. الأخير أو العمود الأخير، هل هناك فاكسين متاح لهذه الفيروسات؟ الأول نعم، لكن ليس للمدنيين، وإنما لمين؟ للعسكر، للجيوش. الهيومن بابيلوما فيروس إيش الإجابة المكتوبة عنها هنا؟ نو no. لا، هي مش نو no، هي يس. بدنا نشطبها ونكتب إيش الآن؟ يس. وحنقولكم ليش قالوا نو no، وحنقول ليش قالوا يس. تمام، البارفو في فيروس 19 برضو ما فيش إله فاكسين. إذن هذا الجدول البسيط يلخص لنا الحالة للفيروسات الثلاثة اللي احنا حندرسهم في تحت عنوان اللي هما DNA Non-Enveloped Virus. الأدينو فيروس هو الأشهر على الإطلاق والأكثرها شيوعا، ويمكن الأكثرها أيضا انتشارا وإحداثا للأمراض. هذا الشكل الجميل لهذا الفيروس لابد أن نتذكره جيدا. عندما نرى هذا الشكل للفيروس أو أي فيروس بهذا الشكل، هو الأدينو فيروس. لماذا؟ هو الوحيد الذي يمتلك الفايبرز اللي انتم شايفينها اللي طالعة من وين؟ من التقاء المثلثات في الإيكوزا هيدرال كابسيد. بتعرفوا الإيكوزا هيدرال كابسيد عبارة عن قلنا مثلثات، الزوايا اللي فيها التقاء المثلثات بسموها فيرتس. من كل فيرتس موجود في الفيروس بيطلع عنا اللي هو الفايبر هذا، والفايبر هذا له أهمية كبرى، غير الشكل اللي احنا شايفينه، له أهمية كبرى في دورة حياة الفيروس، في الانتيجينيك فاريشن للفيروس. هنعرف انه هذا الفيروس فيه 41 سيروتايب، ال 41 سيروتايب مبنيين على هذا الفايبر اللي احنا بنتكلم عنه، اللي هي الخيوط اللي موجودة هنا. ايضا حنلاقي انه الفيروس من صفاته انه بيعمل هيم اجلوتينيشن، يعني بيجمع الريد بلاد سيل. عارفين مين المسؤول عن الهيم اجلوتينيشن؟ برضو اللي هو الفايبر بروتين اللي موجود على هذا الفيروس. اذا ليس فقط الشكل، وانما له دخل كبير في الوظيفه. طبعا احنا قلنا انه هو الاهم من المجموعه اللي معانا.
الأدينوفيروس. لماذا هو الأهم؟ انظروا إلى اللوحة فلنراجع سويا أسماء الأمراض اللي بسببها هذا الفيروس. فارنجايتس، مين بسبب بكتيريا الفارنجايتس؟ ستيتوكوكس بايوجينز. ستيتوكوكس بايوجينز هي الأشهر في البكتيريا. الأدينوفيروس هو الأشهر على الإطلاق في الفيروس في أحداث الفارنجايتس. بل هناك بعض المراجع تقول إن نسبة إصابة الأطفال بالأدينوفيروس فارنجايتس أكثر من نسبة إصابة الأطفال بالبكتيريا الفارنجايتس. لذلك لما كانوا يقولوا لكم إنه مش كل التهاب حلق بيحتاج أنتيبيوتيك هي مقولة صحيحة، لأنه قد يكون أدينوفيروس. كونجكتيفيتس التهاب ملتحمة العين. الكومون كولد، وهنا يجب أن نقف، هل هي المسبب أو هل الفيروس هي المسبب الوحيد للكومون كولد؟ لا، ولا المسبب الرئيسي. المسبب الرئيسي للكومون كولد هو الراينو فيروس، راينو فيروس، لكن أيضا يسبب أعراض الكومون كولد. نيمونيا، كيراتو كونجكتيفيتس، هيموراجيك سيستايتس. وكلمة هيموراجيك سيستايتس يعني التهاب المثانة النزفي، يعني بيكون في دم في البول، دم في البول، وبكون كمان قلة في إدرار البول، يعني ممكن يكون ديسيوريا حتى ما فيش بول خالص، يعني يصير وينزل فقط بلد. كيراتو كونجكتيفيتس التهاب القرنية والتهاب ملتحمة العين. الجاسترينترايتس، شوفوا الآن التنوع في الأمراض من upper respiratory tract إلى cystitis إلى gastroenteritis إلى eye infection، وهذا بيأكد على ما ذكرناه سابقا من طرق انتقال الفيروس اللي هي الثلاثة. Some viruses من الأدينوفيروس can cause sarcomas in rodents. rodents اللي هو مين؟ القوارض، لكن ليس في الإنسان. من الخصائص المهمة لهذا الفيروس إنها non-enveloped double-stranded linear DNA. مهم إنه نركز على كلمة linear DNA، لأنه الفيروس اللي بعده هلاقيه circular DNA. الكابسيد هي icosahedral capsid، وthey are the only viruses with a fiber اللي قلنا عنه قبل شوي، الفايبر اللي شفناها في الصورة protruding تخرج من each of the 12 vertices of the capsid. قلنا الفيرتس اللي هو مين؟ هدول الزوايا تبعت المثلثات. ايش وظيفة الفايبر؟ It is the organ of attachment، يعني خلايانا اللي بتنصاب هي الريسبتور او عليها الريسبتور لهذا الفايبر. And it functions as a heme agglutinin، وكلكم عارفين ايش يعني heme agglutinin. لذلك على حنلاقي انه ضمن الدياجنوستيك تيست heme agglutination inhibition assay، يعني ممكن نكشف عنه من خلال هذه الطريقة او الفكرة. مش بس كمان الفايبر بيشتغل heme agglutinin وبيشتغل الارتباط، لو احنا قصيناه من الفيروس، يعني تخلصنا من كل شيء من الفيروس وفقط طلعنا الفايبرز هذه وحقناها في الخلايا، هلاقي انه الخلايا بتموت. ما الحكي انه هو توكسيك او سايتو توكسيك تو ذا سيلز. هناك 41 سيروتايب معروفين للأدينوفيروس، وهذا التغير في السيروتايب مبني على التغير في الفايبر، كمان مرة فايبر بروتين، وهو تايب سبيسيفيك. ايش يعني تايب سبيسيفيك؟ يعني لو الفيروس اكس واحد من 41 دخل جسم الانسان، جسم الانسان بيكون له مناعة، هذه المناعة سبيسيفيك لفقط سترين واحد. لو دخل اثنين لازم يكون له مناعة مرة أخرى. لكن الشيء المطمئن في هذا الفيروس إنه 50% من الانفكشنز are asymptomatic، 50% asymptomatic، ومعظم بل نقول جل تمام الأمراض اللي بسببها هذا الفيروس كان ريزولف سبونتينيسلي. إيش يعني ريزولف سبونتينيسلي؟ يعني بتطيب لحالة، تشفى تلقائيا بدون علاج. لذلك على فكرة ما فيش أنتي فيرال لهذا الديزيز. في فاكسين، لكن زي ما حكي لكم فاكسين لمين؟ للميليتاري.
في شغلة ممكن في المستقبل يعني تساهم في إنتاج فاكسين، لكن لحد الآن هذا الجروب سبيسيفيك أنتيجين، كلمة جروب سبيسيفيك يعني هذا كومون لكل الأدينو فيروس. يعني يفترض ليش يا بنات، يفترض إنه لو أنا قدرت أخذ هذا الأنتيجين تمام وأعمله كفاكسين، الفاكسين هذا يوفر لي حماية من مين؟ من كل الأدينو فيروس. لكن للأسف ما بصير، عارف ليش؟ لأنه هو أصلا مش على الأطراف هذا الكومون أنتيجين، وإنما هو الموجود داخل اللي هو الكبسيد نفسها. طب داخل الكبسيد الفيروس عشان يصير له نيوتراليزيشن لازم الانتي بودي وين يرتبط؟ على الفايبرز. يبقى لو قدرت انا الاقي انتيجين كومون في المنطقه هذه، في منطقه الفايبرز تمام، ممكن اصنع بالفعل فاكسين يكون مناسب لل41. لكن في هذه اللحظه ولحد هذه اللحظه لم نستطع الحصول على فاكسين موحد لهذا الفيروس. طيب في كمان شغله مهمه كمان، انه في ارتباط بين السيروتايب وبين الديزيز. يعني مش كل السيروتايب بيسببوا نفس المرض، وانما هناك سيروتايب متخصصه. مثلا بقولنا انه 12 و18 و31 عملوا ساركوماز في الهامسترز. تعرف الهامسترز اللي هم الحيوان هذا اللي صورته موجودة أمامكم، هذا اسمه هامستر وهو حيوان تجارب. وعارفين كيف تكون الساركوماز؟ تكونت الساركوماز at the site of injection، يعني في المكان اللي احنا في حقنا الفيروس في الفار تكون ساركوماز، لكن لم يحدث هذا الكلام في الإنسان. ايش استفدنا من اللوحة هذه؟ استفدنا انه في common group specific antigen. اثنين، في عندي specific serotype causes specific symptoms، وحنشوف كمان شوية تفاصيل أكثر عن هذا الكلام. الأدينوفيروسز are transmitted usually by aerosols droplets عبر الرذاذ، fecal oral route من البراز إلى الفم، وهذه غالبا بتكون common في مين؟ في الchildren. ليش common في الchildren يا بنات؟ مش بس موضوع النظافة، في فترة من الأعمار من عمر الأطفال بيتعرفوا على الأشياء من خلال التذوق. يعني أعطيناه مفتاح سوف يضعه في فمه، لو أعطيناه أي أداة قلم أي حاجة يضعها في الفم. الآن هذا البراكتس بالإضافة إلى عدم الوعي في موضوع النظافة الشخصية يزيد من احتمالية نقل الأمراض عبر الفيكال أورال روت، مش بس إلهم، للأطفال وكمان للبالغين في نفس الأسرة. يعني وين في أطفال في احتمالية انتقال أيضا للأهل من خلال هذه الروت. Direct inoculation، إيش يعني direct inoculation؟ يعني حقن مباشر of conjunctivas by tonometers or fingers. أنا دائما بقول لكم الفينجر هذا أداة مهمة جدا في نقل مين؟ العدوى، خاصة في العين. Finger to eye root. بس في طريقة تانية اللي هي من خلال التونوميتر. شايفين الصورة هذه؟ الصورة هذه هي عبارة عن جهاز صغير بنقيس فيه ضغط العين. إذا التونوميتر هو جهاز لقياس ضغط العين. كيف بيشتغل هذا الجهاز؟ بيحطوا الجهاز على القرنية وبيضغط ضغطة خفيفة. لأن القرنية أو العين بشكل عام حتعمل ضغط إلى الاتجاه المعاكس. فبيقيسوا الضغط من خلال اكزيرجن لا بريشر، ومن ثم قياس الضغط المعاكس. يبقى في تلامس ما بين الجهاز وما بين العين. اذا هذا الجهاز لم يعقم بين مريض واخر تمام، فسوف يكون اداه لنقل مين؟ اللي هو العدوى. وهذا النوع من العدوى احنا ايش بنسميه في الطب؟ ياتروجينيك انفكشن. ياتروجينيك يعني نقلت من خلال التداوي، من خلال الفحص، من خلال يعني أدوات الأطباء أو ممارسات اللي هم الأطباء في المستشفيات. إيش اسمها؟ ياتروجينيك. هتمر معنا مثل المصطلح كمان شوي. حكينا الفكرة الأورال روت common in young children and their families. Many species of animals are infected by strains of adenovirus, but these strains are not pathogenic to human. يعني الإنسان والحيوان لهم سلالات مختلفة من هذا
الفيروس. ممكن الأدينو فيروس يعمل إبيديميك أو أوتبريكس، على الرغم من إنه إحنا بنوصفه على إنه هو إنديميك. إيش يعني إنديميك؟ إنديميك يعني مستوطن، يعني موجود وورد وايد في كل العالم في أدينو فيروس. لكن قد يحدث إنه يكون في أوتبريكس. مثال على فئة مهمة بيحدث فيها أوتبريكس اللي هم الميليتاري ريكروتس. الميليتاري ريكروتس اللي هم مين؟ المجندين الجدد. المجندين الجدد طبعا في ناس زي المجندين الجدد بيسموهم كوليدج ستودنتس، اللي هم طلاب الجامعات. طلاب الجامعات ليش الميليتاري ريكروتس وطلاب الجامعات بالذات عندهم قابلية للانتشار في او انتشار الامراض بشكل كبير؟ في معظم الدول، في معظم الدول التجنيد بيكون مركزي، بمعنى انه بيجوا من القرى ومن المدن الأشخاص على مكان بعيد. الآن بيئة جديدة، انتقال من بيئة الهوم اللي هو البيت اللي هي الأم والأبو والفاميلي والأصدقاء إلى بيئة جديدة ما بيعرفوا حالة فيها، غالبا بيئة غريبة عليهم. طريقة التناول الأطعمة مختلفة، الغذاء بتغير، بيقدم لهم أغذية غير عن اللي كانوا يأخذوها في البيت، فبيكونوا أندر ستريس، متوترين، التغذية تبعتهم مش تمام كويس، هوم سيك، شعرين بالحنين الى الاهل والمكان، وفي نفس الوقت they are in close يعني in crowded conditions، يعني ظروف من الازدحام، من الازدحام. فانت مناعة منخفضة ناتجة عن الاسباب اللي ذكرتها، بالاضافة الى انهم اصلا crowded، وبالتالي إمكانية الانتقال بينهم بتكون إمكانية عالية. هذا الكلام بيطبق على مين؟ على الجنود. طب وطلاب الجامعات؟ نفس القصة. احنا محظوظين انه جامعتنا جنبنا، تمام؟ سواء حتى كنا في رفح او في بيت حانون، لكن بالنسبة لنا الجامعة قريبة جدا بالنسبة لمكان سكن. في معظم الدول الثانية بيسافر من ولاية لولاية او من مدينة الى مدينة حتى يذهب الى الجامعة، وبالتالي برضو بيكون بينطبق عليه ما ينطبق على الميليتاري ريكروت اللي احنا ذكرناهم قبل قليل. زي ما ذكرت انا انه certain types are associated with specific syndrome مثلا، والارقام اللي مذكورة انا مش للحفظ وانما هي للتمثيل، وهي ارقام حقيقية حقيقة، لكن مش هن يعني نطلب منكم تحفظوهم للاختبار. 3-4-7-21 مربوطين بمين؟ بالريسبيراتوري ديزيز. احفظوهم كويس هدول الاربعه الان، الان احفظوهم عشان في لوحه ثانيه حنستفيد منهم. 8-19 كيراتو كونجكتيفايتس، 11-21 هيموراجيك سيستايتس، 40-41 بسبب انفانتايل جاسترو انترايتس. اذا في عندي سلالات تعمل جاسترو انترايتس، سلالات تعمل هيموراجيك سيستايتس، سلالات تعمل كيراتو كونجكتيفايتس، وبتعمل في الاخر اللي هي اول واحده respiratory disease. طبعا لاحظوا especially in mean military recruits، لمين الفاكسين قلنا احنا موجه؟ للميليتاري، وبالتالي احنا بنعطيهم فاكسين عشان نحميهم من هذه السلالات اللي ممكن تنتشر في المخيمات تبعت الجنود. طيب الباثوجينيسيس والاميونيتي. Adenoviruses infect the mucosal epithelial, epithelium of several organs. إذا أعضاء كثر، لكن التارجت المستهدف هو مين؟ الإبيثيليال تبع هذه الأورجان، زي الريسبيراتوري تراكت والجاسترونتستينال تراكت زائد اللي هو الكونجكتيفاس. المناعة مرتبطة بنيوترلايزنج أنتيبادي. وماذا يقصد بنيوترلايزنج أنتيبادي يا بنات؟ هو الانتيبادي اللي حيرتبط بالبايندينج سايت. مين البايندينج سايت في هذه الحالة؟ اللي هو الفايبرز اللي احنا شفناه في اول المحاضرة. And it is type specific and life long، يعني بعطينا حماية لمدى الحياة، مدى الحياة. In addition to acute infection leading to death of cells, adenovirus causes، وهذه المفاجأة، latent infection. اذا ليس الهربس فيروسز وحدها اللي بتعمل latent infection، ايضا حضرة الادينو فيروس بيعمل latent infection.
وين بيعمل latency في التونسيلر تيشيو، عشان هيك ممكن يصير فينا repeated infection في التونسيلز وفي الادينويد تيشيو. والحقيقة أن الفيروس عزل لأول مرة في العام 1953 من أدينويدز، من غدد الليمفاوية في جسم الإنسان، وسمي أدينو فيروس لأنه عزل من هذه الأدينويد سيلز أو الأدينويد تيشو. من الكلينيكال فايندينجز للأمراض اللي احنا شفناها قبل قليل، مثلا في الأبر ريسبيراتوري تراكت إنفكشن ممكن نلاقي فارنجيتس، التهاب في الحلق، فارنجو كونجكتيفيتس او فارنجو كونجكتيفال فيفر، حمى مصحوبه بالتهاب في الفارنكس يعني الفارنجيتس، بالاضافه الى احمرار العين. اند اكيوت ريسبيراتوري ديزيز، كلمه اكيوت يعني الاعراض بتكون بروميننت وواضحه والانست بتكون رابيد. كاركترايزد باي فيفر، سور ثروت، كورايزا، كورايزا معناها راني نوز، يعني الأنف بيكون بيسيل، تسيل من الأنف، and conjunctivitis. في lower respiratory tract في عنا two conditions، bronchitis and atypical pneumonia. وكلكم بتعرفوا النيومونيا معناها ذات الرئة. ليش ضفنا جملة atypical؟ عشان نميزها عن النيومونيا caused by common bacteria زي streptococcus pneumonia. وكلمة atypical pneumonia لا تعني انه انا بس بتكلم عن الادينو فيروس، هناك مجموعة كبيرة من الميكروبات اللي ممكن تسبب atypical pneumonia. hematuria and dysuria are prominent in hemorrhagic cystitis، يعني هدول العرضين المهمين والبارزين في مين؟ في اللي هو الهيموراجيك cystitis. طبعا في الجاستروانتيرايتس غالبا بتكون نون بلودي دياريا. ايش يعني نون بلودي دياريا؟ دياريا في الاطفال بنقسمها او دياريا بشكل عام بنقسمها لقسمين، بلودي لما تكون مصحوبه بدم، ونون بلودي فهذا التصنيف فقط لوجود الدم او عدم وجود الدم، لانه في كونسيكونسز لوجود دم او عدم وجود دم. فاذا بلودي دياريا ونون بلودي دياريا، اذا هذه الادينو فيروس ايش بيعمل؟ نون بلودي دياريا لمين؟ للأطفال اللي عمرهم قديش؟ أقل من سنتين. إيش بنسميهم الأطفال اللي عمرهم أقل من سنتين؟ infants اللي هم الرضع، تمام؟ اللي قلنا بينطبق عليهم القول بأنهم هم بالفعل الفئة الأكثر عرضة للفيكال أورال من الممارسات اللي هي الأطفال اللي مارسوها من خلال قلنا تذوق الأشياء أو تعرف على الأشياء من خلال التذوق. Most adenovirus infections resolve spontaneously. زي ما ذكرنا بتروح لحالها العدوى. Approximately half of the adenovirus infection are asymptomatic. قلنا مش قلنا قبل قليل 50% من أمراض الأدينوفيروس asymptomatic بدون أعراض. قد تكون لأسباب غير إنه هو فيروس يعني ضعيف. حاطلكوا سبب الآن تفكروا فيه. لو سترين من اللي بيعمل ديزيز في الريسبيراتوري تراكت، سترين من اللي بيعمل انفكشن للريسبيراتوري تراكت دخل الى الجاسترو انتستينال تراكت، هل هيعمل انفكشن ولا مش هيعمل انفكشن؟ بيعمل انفكشن، لكن ايش بيعمل انفكشن؟ اسيمتوماتيك. وهذا اساس الفاكسين. احنا بنعمل فاكسين، بنعمل فاكسين للريسبيراتوري سترينز، بس بنعطيها عبر مين؟ عبر الفم، عشان تروح على الانتستين وتعمل انفكشن، اسيمتوماتيك انفكشن. اذا قد تكون 50% من الاصابات بالادينوفيروس ار اسيمتوماتيك لهذا السبب، وليس بسبب انه الفيروس ضعيف وغير قادر على انه يعمل عدوى، انه دخل في مكان غير محبب له فعمل انفكشن، لكن هذه الانفكشن كانت ايه؟ اسيمتوماتيك. اللاب دياجنوسيس الحقيقة انه يعني قلنا لكم هذا الفيروس مش كتير مهتمين فيه في العالم الا في جزئية اللي هو الميليتاري ريكروتس وعاملين له فاكسين، لكن الدياجنوسيس تبعه ممكن يتم من خلال شغلتين رئيسيتين. الاولى انه نعمل عزل للفيروس في سيل كلتشر، والثانية من خلال السيرولوجي
fourfold increase in antibody titer. فاكرينها الاي جي جي اليوم وبعد 10 ايام وزياده 4 اضعاف او اكثر في التايتر تعتبر دايجنوستيك. والفحصين المستخدمين في السيرولوجي الاكثر شيوعا هم الكومبلمنت فيكسيشن والهيم اجلوتينيشن انهيبيشن. بالنسبه للتريتمنت كما ذكرنا لكم there is no antiviral therapy, ما فيش antiviral therapy لهذا الفيروس. بالنسبة للبريفنشن تعال نطلع على المود اوف الترانزميشن. المود اوف ترانزميشن كيف بينتقل الفيروس؟ بينتقل عن طريق الفيكال اورال, بينتقل عن طريق اللي هو الريسبيراتوري, وبينتقل عبر ياتروجينيك. وين الياتروجينيك؟ هنا اظن في المكان هذا. نعم ياتروجينيك. طب اذا ياتروجينيك كيف بدنا نمنع انتقال العدوى؟ بدنا نمارس ممارسات اسيبتيك تكنيك, ستريكت اسيبتيك تكنيك لكل من يتعامل مع الاي عشان ما ننقلش الميكروب من شخص الى شخص اخر. هذه نقطه كتير مهم. طب بالنسبه للريسبيراتوري نمنع ناس تكح؟ صعب ولا لا؟ اذا الاشخاص الاكثر عرضه احنا قلنا لكم عنهم مين هم؟ الميليتاري ريكروتس. اذا فلنقم بعمل فاكسين. الان الفاكسين هذا مكون من 3 سلالات, 4 و7 وقديش 21, وقلنا لكم هذول تذكروهم من مين؟ من لوحات سابقه. طبعا خذوا بالكم في فاكسينز كثيره معموله لكن هذا هو الاشهر على الاطلاق في اللي هو هذا المجال. الان طبعا من كلامي انا فهمت انه الفاكسين بيحتوي على مين؟ على 3. ارجو انكم ما تفهموش هالكلام, افهموا انه كل واحد منهم لحال. لما حطوهم مع بعض واحد عمل انترفيرنس مع التنين, بمعنى انه الجسم كون اجسام مضادة لواحد بس, ما كونش للاجسام, ما كونش للتنين الباقيين. فايش استنتجنا؟ انه وجودهم مع بعض بيعمل انترفيرنس مع بعض. وطبعا هذا يمكن يكون منطقي, عارفين ليش؟ لانه الفيروس لما بيدخل داخل خلية كويس بيعملها انفكشن, غالبا بيوفر اميونيتي للخلية من اذر فيروسز, من اذر فيروسز. فلذلك تعطى هذه التطعيمات على 3 جرعات متباعدة, على 3 جرعات متباعدة كل على حدة. يبقى كبسولة كبسولة كبسولة. طب بتكلم عن كبسول احنا بدها تمر عبر مين؟ عبر المعدة. طب والمعدة ايش بتعمل؟ حامضية وقوية وبتقتل البكتيريا, بس تقتل الفيروسات, تقتل الفيروسات. لذلك يعطى في كبسولة خاصة بسموها انتريك كوتد كبسول, يعني بتحميها من وين؟ من الاسد تبع او الحامض تبع المعدة, وبالتالي بتوصلها للانتستين, وهناك في الانتستين بالذوب وبتبدا الفيروسات تعمل مايلد انفكشن او اسيمتوماتيك انفكشن بالاحرى, وبتوفر مناعه ضد هذه السلالات اللي احنا ذكرنا. الفيروس الثاني في السلسله اللي هو البابيلوما فيروسز. والبابيلوما فيروسز اشتهرت باللي هو الوارتس, الوارتس اللي هي الثقاليل, تواليل بالعاميه. تمام. طب ايش تعرفنا؟ ترى حلو الفيروس, جميل ها. طيب الجميل هذا هو كمبيوتر جينيريتد بارتكل, يعني احنا اللي طلع هذا الشكل هو سوفت وير, برنامج حاسوب, لكن طلع الصوره الحقيقيه اندر ذا الكترون مايكروسكوب. اليست قريبه؟ قريبه لكن غير ملونة. تمام. يمكن يكون لو احنا اخذنا صورة ملونة للفيروس بالالكترون مايكروسكوب someday نلاقيه اجمل مما الكمبيوتر صور. طيب human papilloma virus او HPV causes papillomas, والبابيلوماز are benign tumors. benign يعني حميدة مش malignant خبيثة, عكسها benign, of squamous cells, وبالتالي بالعربي البسيط warts on the skin, يعني تقليل على الجلد. لكن هناك استثناء, some HPV types
especially type 16 و18 can cause carcinoma of the cervix and penis. اذا في سلالات خاصه 16 و18 ايش بتسبب كارسينوما. اذا البابيلوما فيروس could be classified as an onco virus. ال HPV عفوا ال HHV8 human herpes virus type 8 قلنا onco virus. ايش كمان فيروسات؟ ابشتين بار فيروس، نازوفارينجال كارسينوما، بيركتس لينفوما، اذر لينفوماز، مزبوط؟ يبقى في عندي مجموعه من الفيروسات ارتبطت ارتباط وثيق بمين؟ بالكانسر، واحد منهم البابيلوما فيروس. في الجدول اللي عرضته في اول المحاضره في اخر عمود كان في سؤال هل هناك فاكسين ام لا؟ وقلنا لكم اشطبوا، كان في بالخطا مكتوبه نو، لكن قلنا انه في يس. وبنفتخر دوما بانه العلم انتج فاكسين ضد السرطان. هو الواقع مش ضد السرطان، ضد الفيروس اللي هو البابيلوما فيروس اللي بيسبب السيرفكس والبينايل كانسر. طيب احنا في الفيروس اللي السابق قلنا لكم ركزوا على كلمه لينير، دبل ستراندد لينير. هنا ايش دبل ستراندد؟ ايش سيركولار دي ان اي اند ان ايكوزاهيدرال نيوكليو كابسيد. واضح نحن نتكلم عن شكل قريب من بعض، لكن المادة الوراثية مختلفة بأنه دوبل ستراندد لينير هناك وهنا دوبل ستراندد سيركل. تعالوا نطلع الآن على الفيروس هذا كيف بيسبب كانسر. هنا two of the proteins بسموهم E6 و E7 E6 E7 are implicated in carcinogenesis. implicated يعني متهمة أو متورطة في الكارسينوجينيسيس. هناك تيومر سبريسر جينز مشهورين جدا، واحد اسمه B53 وواحد اسمه ريتينوبلاستوما. والريتينوبلاستوما مر معنا، ريتينوبلاستوما مر معنا في الهيومن هيربز فيروس تايب 8، تمام؟ وقلنا لكم كيف بيشتغل. الان الاي 6 والاي 7 بيطلعوا بروتينات البنات، بيعملوا انكتيفيشن لهذه الجينات. لما بيعملوا انكتيفيشن للبي 53 وللريتينوبلاستوما جينز، ايش قلنا وظيفتهم؟ تيومر سبريسر، هم اللي موقفين جينات الكانسر انهم يشتغلوا. شلتهم وعطلتهم انا، بطلوا قادرين يعملوا سبريشن لمين؟ للكانسر، فكانسر ويل ديفلوب. وصل الصوره؟ اذا كيف للهيومن بابيلوما فيروس ان يسبب الكانسر؟ من خلال الاي 6 والاي 7 اللي بيعملوا انكتيفيشن لكل من اللي هم البي 53 والريتينوبلاستوما قلنا تيومر سبريسر جينز. There are at least 100 types of papilloma viruses. هذا كان قديش؟ 41، هنا 100. Classified primarily on the basis of DNA restriction fragment analysis. طبعا كلمة DNA restriction fragment analysis لما تسمعوا الجملة هذه تتذكروا انه بتكلم عن فينجر برينتنج، اللي هي DNA فينجر برينتنج. بقول انه في هناك يعني ميل لسيرتين تايبس تو انفكت سيرتين تيشوز، زي ما شفنا قبل شوي احنا برضه في الادينو فيروس، شفنا سلالات بتصيب الريسبيراتوري تراك، شفنا سلالات بتصيب الجاسترونتستينال تراك، شفنا سلالات بتصيب المثانه، صح ولا لا؟ وبالتالي نفس الشيء هنا. مثلا بقولنا انه skin warts are caused by HPV 1 through HPV 4 من 1 الى 4. هذول كلمه HPV 1 to through HPV 4 يعني 2 3 و 4. whereas genital warts اللي هي المرتبطه بالاعضاء التناسليه are usually caused by HPV 6 و HPV 11. اذا الفاكسين حيكون ضد مين؟ الفاكسين اللي حكينا عنه قبل قليل هيكون ضد اللي هم السترينز اللي بتسبب قلنا جينيتال وارتس اللي هي ممكن تؤدي الى الكانسر. طلعوا الان approximately 30 types من المية of HPV infects the genital tract. بابيلوما فيروسز برضو من الجدول البسيط اللي احنا عرضناه في اول المحاضرة قلنا بتنتقل عن طريقين اللي هو skin to skin contact
with sexual contact, either skin-to-skin contact and by genital contact. Genital warts are among the most common sexually transmitted disease. يعني احنا طبعا انتوا عارفين لما احنا بنقول STD sexually transmitted diseases مجموعة من الامراض جونوريا كلاميديا سيفيلس هيربز فيروس تايب 2 مظبوط هاي عندنا هنا اللي هو مين الهيومن بابيلوما فيروس ال HPV ولما انا اقول one of the most common يبقى الان نسبة حدوثه في الامراض الجنسية اجمالها ايضا مرتفعة طبعا الموست كومون انا بقول one of the most common لكن مين الموست كومون الكلاميديا كلاميديا نمبر 1 بيجي وراها الجونورية في الامراض ال STD لكن بشكل عام كل الامراض اللي بتنتقل عن طريق الجنس في العالم الغربي هي الان بنسب مرتفعة وعالية Skin warts are more common in children and young adults and tend to regress in older adults. يعني بتكون اللي هي skin warts بتكون نسبتها أعلى في الأطفال وبتقل مع الكبر. لكن طبعا عكس هيكون مين اللي هو sexually transmitted HPV. ممكن ينتقل من infected mother to the neonate during childbirth. مش احنا بنقول هو genital يبقى ممكن ينتقل من الأم إلى المولود causes warts in the mouth and the respiratory tract يعني حتى داخل الفم وفي الجهاز التنفسي especially in the larynx of the infant many species of animals are infected with their own types of papilloma virus لكن لا تنتقل إلى مين إلى الإنسان ولا تعتبر مصدر عدوى مهم للإنسان pathogenesis and immunity كيف لهذا الفيروس ان يحدث المرض وايش الاميونيتي اللي بيكونها الانسان ضد هذا المرض papilloma viruses infect squamous epithelial cells and induce within those cells a characteristic cytoplasmic vacuole cytoplasmic vacuole يعني في فراغ او فجوه في وين في السيتوبلازميك وايش معنى كلمة كاركترستيك يعني مرتبطة مميزة علامة مميزة لهذا الـ 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 الفيروس وهذه الفاكيوليتد سيل بسموها كوليسايتس وهي هول مارك اوف انفكشن باي ذيس فيروسز فاكرين لما مرة قلنا احدى الاولز اي للسي ام في ولما قلنا نجري بوديز لا الريبس فيروس ايضا الكويل سايتس هذه هول مارك لمين للبابيلوما فيروس most warts are benign and do not progress to malignancy معظمها بتكون حميدة ولا تتطور الى انها تكون خبيثة however HPV infection is associated with carcinomas of the uterine cervix and penis اذا في ثلاث اعضاء تمام اللي ممكن يصير فيها كانسر بالنسبة لحضرة الهيومن بابيلوما فيروس وشرحنا احنا يمكن الجملة الأخيرة شرحناها انه الاي 6 والاي 7 هم المسؤولين عن قلنا السبريشن للتيومر سبريشن جينز اللي هم البي 53 وريتينابلاستوما فاكتورز طبعا هذا شكل من اشكال السكن وارتس وهذا شكل من اشكال الجينيتال وارتس اللي شايفينه طبعا هنا الجروث بيكون قد يكون يعني بمستويات مختلفة مش مستوى واحد قد يكون أكبر من ذلك وقد يكون أصغر من ذلك وبيصل لمراحل معينة وقد يشفى تلقائيا أو قد يعالج من خلال الحرق إزالة بالحرق أو بالإزالة بالليكويد نيتروجين لكن المؤكد إنه هذا الشكل البسيط من الوارتس شكل مميز والدياجنوسيس غالبا بيكون كلينيكال يعني مش محتاجين لابراتوري دياجنوسيس عشان نتعرف على مين على اللي هو الفيروس المرة الجاية ان شاء الله بنكمل